يا نهار اسمر، ايه يا ابني اللي عامل فيك كده؟ هو انت يا ابني مش النهارده رايح تقابل دفنت؟ ما تجيبليش سيرة بنت الورمة دي تاني. ايه يا ابني بس؟ ايه اللي حصل طيب فهمني؟ كنت ماشي انا وهي على الكورنيش، سبتها ورحت اجيب حمص الشام، لقيت واحد واقف معاها وهي عماله تشاورلي. خلاص فهمت، يعني المشكله بقى انك الواحد بيعكسها وانت حبيت تعمل فيها راجل. سبحان الله، نفس حمرياتي بالظبط. ما انت صاحبي. انا افتكرت كده برضو زيك، قلت بقى ايه هي البت بتستنجد بيا، رحت رامي الحمص وجريت عليها وبقول له انت مين يا عم انت وايه اللي موقفك مع خطيبتي؟ راح قايل لها وانت اتخطبتي من غير ما تقولي لنا؟ فقلت له انت مين يا عم انت؟ كلمني انا. قال لي انا ابوها وجاي اطلع ميتين اهلك واهلها. يا نهار اسود، ابوها؟ لا يا حبيبي، ده ما كانش نهار اسود بس، ده كان شهر اسود كامل متكامل. طب يا ابني ما جابتش ليه؟ انا اصلا لسه طالع اجري، لقيته مسكني من التيشيرت وخنقني وفضل يضرب فيا بالبنيات وبيتعامل في ايده زي الفرخه الضيف. طب وبس انت عملت ايه؟ ما حاولتش خالص تدافع عنك؟ لا ده كله كوم، وبس انت دي كوم، قعدت تصوت وتقول حد يلحقني والناس اتلمت بيسالوها في ايه. طب ما البت جدعه اهي. جدعه جدعانه. انت عارف قالت للناس ايه؟ قالت لهم ابويا بيتخانق مع واحد عشان اتخرج بيا. انا بقى لقيت الناس بتجري عليا وبيضربوني مع ابوها، ساعتها قعدت شهر في المستشفى بسبب التكسير اللي كان في جسمي، بعتني من اول علقه بالورمه.